عشان نعرف بقى تفاصيل اكتر من المتخصصين عن طبيعه المواقع دي بتتعمل ليه من اساسه، لان دايما الدخله بتكون دخله ترفيهيه، يعني تبان ان هي حاجه ترفيهيه وبعد كده بتنحرف عن المسار وبتدخل في سكه تانية خالص. فخلونا نعرف ده من الاستاذ وليد حجاج المتخصص الخبير والباحث في امن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وعلى الساده المشاهدين. صباح الفل عليك. صباح الورد عليك. وفي البدايه ايه قصه تيك توك ده؟ يعني كان بدايته ايه وازاي بعد كده تطور ودخل في مسار انه الجماعات الارهابيه بتستخدمه عشان تروج لافكارها؟ طبعا هو بالنسبه لاستغلال البرامج هي اصلا ما تبقاش معموله في الاساس للغرض اللي بتوصل ليه في الاخر، ولكن اي اداه بيتم انتشارها بشكل كبير جدا او تطبيق او حاجه يمكن للاخرين استغلالها استغلال سيء يخدم اهدافهم السيئه. وبالتالي هو التيك توك ده ما كانش معمول عشان الغرض ده اصلا. هم بدات الجماعات اللي تستخدم الادوات دي تستخدم الحاجات الغير تقليديه والحاجات اللي ما عليهاش رقابه كبيره، لان الفيسبوك في الفتره الاخيره بقى بيقفل حسابات هو والتويتر والانستجرام فاي حاجه بتبقى فيها افكار لا تتماشى مع قواعد المنصه بيتم حجب الاكونت او غلقه. هم بدأوا يتجهوا للحاجات اللي ما عليهاش رقابه واللي عليه عدد كبير من المستخدمين زي برنامج التيك توك اللي هو وكمان عليه 56% من الشباب من الذكور اكثر من الاناث، يعني هو عليه 500 مليون زي ما ذكر زي ذكرت حضرتك في البدايه، ولكن ال 500 مليون دول 56% منهم شباب و44% منهم اناث. وفي نفس الوقت ثالث اكثر البرامج تحميل في الربع الاول من 2019 هو كان برنامج التيك توك، 188 مليون مستخدم جديد حمل الابلكيشن على التليفون بتاعه بزياده 70%، فدي ارقام تخض. بس انا برضو عايز استاذن حضرتك في حاجه، لانه يعني برضو عشان نكون يعني امناء في الطرح، هو التيك توك زيه زي الفيسبوك زي تويتر زي كل حاجه، لانه البيان بس ممكن شويه يعني يعطي خصوصيه لموضوع تيك توك ان هو بيستخدم خصيصا من اجل الغرض ده، لكن هو ده مش استخداماته الحقيقيه، بالعكس ده احنا الغريب انه اصلا استخداماته مش عايز اقول اللفظ مش لطيف، بس يعني حاجات البسيطه والخفيفه والاغاني والتقليد، وحضرتك طبعا بتشوف المصريين بيستخدموا ازاي. يعني هو زي ما قلت لحضرتك برضه هو مش معمول الغرض ده، ولكن بقى دلوقتي بيتم استخدام الادوات المتاحه على الانترنت نظرا انها مجانيه لما هو يخدم اهداف الجماعات دي. ومش تيك توك بس على فكره، كله اخرى كله لا في وغير منصات السوشيال ميديا حضرتك في برامج اخرى شهيره جدا 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 زي التيك توك، ودي بيدفع فيها فلوس كمان. يعني اللي بيطلع يستخدمها بياخد فيها فلوس على انه مذيع وبيقدم برامج وكلام زي كده، وبيحصل عليها حاجات منافيه للاخلاق في بعض الاحوال وبتبقى ب 10 دولار الساعه وكلام من هذا القبيل يعني. فالنوعيه دي من البرامج لازم ان احنا نبقى مخلين بالنا منها وواخدين بالنا ان ممكن في وقت من الاوقات تبقى اداه يتم بيها استخدام الاطفال. طب ازاي يا استاذ وليد ناخد بالنا منها؟ يعني احنا كده بقى في تحدي كبير جدا، خلينا نتكلم على المجتمع المصري، يعني في كده تحدي كبير جدا لكل الاسر المصريه، وخصوصا ان ما فيش طفل مش في ايده موبايل سمارت فون بمعنى اصح. ازاي نقدر يعني نحمي اولادنا؟ بيتهيألي الموضوع صعب جدا. يعني هو الموضوع مش صعب، هو الموضوع بيحتاج بس متابعه بسيطه من الاشخاص اللي هم اولياء الامور بايه اللي بيحصل على الساحه من خلال الانترنت ومن خلال السيرش، وانه يشوف البرامج دي بتعمل ايه، واي حاجه تبقى منتشره بشكل كبير جدا ممكن يساء استغلالها بشكل كبير وبنسبه عاليه. وبالتالي لما نلاقي الاطفال كلها متجهه والشباب لحاجه معينه لازم نخلي بالنا منها ونشوف ابعادها ايه. وانا كنت قبل كده عملت مداخله مع حضرتك تحديدا واتكلمنا فيها على السمارت جريد او الانترنت اللي هي اللي هتتحكم في المعلومات كلها وعلى صحيح. مستوى العالم صحيح. الكلام ده بالفعل اتحقق والكلام ده موجود، والبنتاجون عملت ب 10 مليار دولار سحابه الكترونيه بالتعاون مع مايكروسوفت اللي هي السمارت جريد اللي كنت ذكرتها لحضرتك. ده يودينا لحته ان المعلومات دلوقتي ومواقع التواصل وجمع المعلومات لاستهداف الشباب دي بقت اداه سهله في ايد الناس نظرا للمنصات المجانيه. يعني الدخله زي ما بنقول كده كانت انه الذكاء الاصطناعي معمول عشان انت تستخدمه، ولكن من لو قلنا البدايه مثلا من 2011 فات حوالي 9 سنين الى 10 سنوات دلوقتي هو ابتدى هو اللي يستخدمك. بالظبط كده. وبالتالي يجب من كل الاباء والاولياء الامور ان هم يتابعوا اولادهم يشوفوا الحاجات اللي منتشره ايه،
الحاجات اللي يعني واخده حيز كبير على الساحه، علشان دي بتبقى اكثر الحاجات اللي بتبقى معرضه ان يتم اساءه استغلالها نظرا لانتشارها الكبير. نعم. طب سؤال الحاجات اتفضل يا فندم. السؤال الاخير لحضرتك، لانه صدر بيان رسمي برضو عن تيك توك، قالوا ان هم بيتابعوا فيه الانشطه المشبوهه وان هم لا يرحبوا بيها، وانه قالوا حتى انه الصناعه باكملها بتواجه التحدي دي زيهم زي غيرهم من منصات التواصل، وهم بيعمقوا ادوات الرقابه. فيما يتعلق بفكرة بقى تعميق الرقابة والوصول لأكبر عدد ممكن من مصادر أيضا اللي بتستخدم المنصات دي بشكل يعني ربما يحض على العنف أو الكراهية أو غيرها من طبعا محطات الإرهاب، إزاي بيتم تفعيل الرقابة بشكل أقوى؟ يعني ده بيتم إزاي؟ لأنه الحقيقة كل ما بتقفل أكاونت بيظهر واحد تاني، كل ما بتضرب مجموعة بتظهر مجموعة تانية. فأدوات التفعيل دي بقت، هل في جديد فيما يتعلق بأدوات تفعيل الرقابة أكثر سواء على التيك توك أو غيره؟ خلينا الأول نتفق أن مواضيع الإرهاب دي مش بتؤرق الدولة المصرية فقط، ولكن دي بتؤرق الدول العالم كلها. والأدوات مهما تم استحداث أدوات فبيتم استحداث حاجات جديدة، هي زي فكرة الخير والشر. لكن في الوقت الحالي الأدوات اللي موجودة بتستشعر الفيديوهات، إذا كان الفيديو فيه عنف أو دم فبتوقفه أو توقف بثه، ده بالنسبة لحاجات اللايف. لو صورة أو حاجة حد عمل عليها ريبورت فالمنصات بتوقفها، ولكن الغالبية العظمى في الأدوات اللي موجودة على معظم المنصات ما بتقفلش إلا بالريبورت. يعني ما تبقاش هي عندها القدرة انها تستشعر الموضوع، لان زي ما قلت لحضرتك كل ما الادوات اللي بتكشف الحاجات دي بتبقى تزداد في التقدم، كل ما الخدع كمان اللي بتتحايل على الحاجات دي بتزداد في التقدم. ففي الاخر احنا عندنا معيار واحد هو اللي يمنع الوعي الناس. وعي الناس هو ما فيش غيره. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد حجاج، الباحث طبعا في مجال امن المعلومات، شكرا جزيلا لك.